منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم تشهد علاقات مصر مع دول الكبرى تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة. تعد الصين من بين أهم القوى الكبرى التي ترتبط مصر بعلاقات وثيقة أو تربط مصر بعلاقات وثيقة معها. امتدت إلى مجالات مختلفة بدعم كبير من قيادتي البلدين. حقبه جديده ومتميزه من العلاقات الثنائيه تشهدها مصر والصين خاصه في ضوء ما شهدته هذه العلاقات من تطور ودعم بتوجيهات من الرئيس السيسي تطورات ايجابيه في العلاقات وصلت لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي الذي واصل مسيرته في تعزيز وتعميق التعاون والتبادلات بين الصين ومصر والعالم العربي. الزيارات المتبادله بين بكين والقاهره تعددت على جميع المستويات ففي عام 2014 قام الرئيس السيسي بزياره الى الصين تكللت بالنجاح في تطوير العلاقات لتصل الى مستوى الشراكه الاستراتيجيه الشامله وتجلى اهتمام القياده السياسيه في الدولتين بتطوير العلاقات الثنائيه خلال السنوات المتحدة. الماضيه حيث حرص الرئيس الصيني على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدوليه التي استضافتها الصين انطلاقا من تقدير الصين للمكانه الاقليميه والدوليه التي تحظى بها مصر. وخلال زياره الرئيس السيسي الى الصين في سبتمبر 2015 بمناسبه احتفال الصين بعيد النصر الوطني في الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالميه الثانيه، اثنى الرئيس الصيني على الخطوات العمليه التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. القمه الثالثه التي جمعت بين الرئيسين السيسي ونظيره الصيني عقدت في يناير 2016 وذلك خلال الزياره التاريخيه للرئيس الصيني شي جين بينغ الى مصر حيث حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركه بمناسبه الذكرى السنويه الستين 60 لاقامه العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين واعلن تدشين عام الثقافه الصينيه في مصر وعام الثقافه المصريه في الصين قمة رابعة عقدت في هانتشو بناء على دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2016 ثمن خلالها الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة وكانت القمة الخامسة في مطلع شهر سبتمبر 2017 تلبية لدعوة من الرئيس الصيني للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجي حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية